مما يعين على صيام رمضان مدارسة القرآن. هذا الكتاب العظيم أنزله الله هدى ونور، وجعله تبارك وتعالى ذكرا أي شرفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال جل ذكره: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. بين جل وعلا أنه أعظم ما أنزل على قلب نبي، قال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، حتى من كلف بحمله وإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو جبريل أثنى الله عليه، أثنى الله على القرآن وأثنى على من حمل القرآن إلى قلب نبينا. قال الله جل وعلا: وإنه أي القرآن لقول، أي الحامل، لقول رسول كريم، هذا جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فمدح الله جل وعلا كتابه، ومدح النبي الذي أنزل عليه الكتاب، ومدح الملك الذي حمل الكتاب. إذا عقل المؤمن هذا، أدركه، تبين له، ما كان له أبدا إن أراد رحمة الله أن يحيد عن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب نبيه. فإذا نقل بالسند الصحيح كما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان جبرائيل يدارسه القرآن كل يوم في رمضان، ما كان يسع المؤمن أبدا إلا أن يكون الإنسان معذورا بعمل أو بالقيام على مريض أو بما أشبه ذلك من الأعذار، أن يتخلى على أن يتدبر أو يتلو من قبل كلام ربه جل وعلا. لا أقول ألف لام ميم حرف يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشرة أمثالها، ويقول: اقرأ الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة. ثم ذكر كيف أنهما يحجان عن أصحابهما. والمقصود من هذا كله، يسعى المؤمن أولا إلى أن يقرأ القرآن يتلوه، وأن يكون له حظ ولو يسير من تدبر وفهم بعض آياته، والناس في هذا منازل، وليس كل أحد يملك القدرة على أن يفقه القرآن كله، بل ربما لا يقدر على هذا أحد، لكن على الأقل يكون له حظ من آيات يفقهها من كلام الله جل وعلا. لكن التلاوة شأنها عظيم وفضلها كبير، ويتأكد حالها في رمضان، لأن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.